السلام عليكم متابعين قناة الكرام. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد متعلق بواحد الخرجه خرجه الى مدينه ليل الفرنسيه الجميله الساحره. تبعوا معايا الفيديو غادي يعجبكم جميعا. وكيف ما كتشاهدوا معايا دابا هذا هو لو سونتر كوميرسيال او غاليل. الناس كيجيو من مختلف المدن خصيصا باش يزوروه، يعني كيضم تجمع المحلات التجارية المشهورة والمعروفة اللي كاع كنعرفوها، مثل بيرشكا، مثل اشيم، مثل بريمارك الى اخره. أكبر سيفورا في شمال فرنسا اللي معروفة بزاف كتواجد في مدينة ليل. شاهدوا معايا جميعا.